اتلعن سلسفيلي قبل المسرحية وكتب عليها كويس جدا بعد المسرحية. مفيش بينها وبين اللي بيحبوهم حيطة، انت شايفه لحم ودم، دي ميزة المسرح. أنا التجربة دي بالنسبة لي كانت تجربة مفيدة جدا. لياقة المسرح بالنسبة لي رجعت تاني الحمد لله، إن أنا بقالي سنين مبطل مسرح. أكتر حاجة بسطتني في الرواية بقى معرفة الناس، كنوز طبعا، تعرفت على ناس وعلى شباب وعلى مساعدين إخراج وعلى مخرج محترم أستاذ أيمن بهجت قمر طبعا، معالجة المسرحية، معالجة الدراما، معالجة السكريبت أستاذ أيمن، وإنتاجه كانت أستاذ أيمن، مهندس مخرج حبيبي أنا بحب أدلع أقول له مهندس هو يعرف نفسه، لما مصطفى حجاج مصمم الاستعراضات، نهيك بقى عن كل زمايلنا الممثلين توتا وريم مصطفى والعبد الله الفقير إليه وناس كتير، يعني مش عايز برضو اغفل اسماء. بس اكتر حاجة بسطتني في التجربة ان انا اتلعن سلسفيلي قبل المسرحية وكتب عليها كويس جدا بعد المسرحية، يعني في ناس بعينهم مش عايز اقول اسماء، يعني انا كتب عني جملة مش ما بتقلش ما بترش من دماغي، ان جرأة احمد السقا في يعني يلعب دور الاستاذ فؤاد المهندس في سيالة الجميلة جرأة تقترب من الوقاحة، من الجمل اللي وجعتني جدا. نفس هؤلاء البشر لما جم اتفرجوا اعتذروا وكتبوا مقالات، دي حاجة اسعدتني جدا. بس حاجة بص يعني تتكلم عن نفسها، حاجة 10/10. الرياض تطورت، انت دلوقتي لما بتروح الرياض وبتروح جدة لو رايح كسفرية او كشغل او كسياحة، طبعا ناهيك عن المناسك الدينية، يعني انت في بلد متحضرة جدا، في بلد بتعمل فن، في بلد بوليفار ده مثلا، ده بوليفار واحد وبوليفار اتنين دي حاجة تخض، تنظيم المسارح حاجة مجهزة بأحدث الأجهزة، المستشار تركي الشيخ عامل شغل بصراحة بديع. يعني لا، ما هو الروشتة دي لازم بقى تلغي السوشيال ميديا وتلغي الفضائيات، ما انت واحد بقدمه ورجعه ووقفه بالريموت، هنزل اروح له مسرح ليه بتذاكر غالية؟ فنأمل ان شاء الله بإذن الله، وده هيحصل ان شاء الله، تحسن الحالة الاقتصادية في مصر وفي الدول العربية بشكل عام، في العالم كله يا رب، الواحد بيتمناش لحد حاجة وحشة، ويرجع المسرح يقف على رجلي تاني، وترجع الناس معها تمن التذكرة تاني، وتخش وتتبسط وتسع، ويعني يبقى في عندها حالة من السعادة والنشوة، ان ما فيش بينها وبين اللي بيحبوهم حيطة، انت شايفه لحم ودم، دي ميزة المسرح.